هذا أذهلني. وأذكر أنه الدولة الأولى المرتبة الأولى هي اليابان، وبعد اليابان حسب ما أتذكر كوريا الجنوبية. في سؤال لا شيء لأنه أنا نحن نعم نعم. فهذا الترتيب 30 اللي أنا شاهدته على CNN، وCNN عندها مصادرها طبعا. ماذا يعني؟ لماذا 30؟ هل حقيقة أنه أمريكا تأتي في المرتبة 30 في التعليم؟ شكرا. هذا هو السؤال. شكرا لك كثيرا. طبعا البرزنتيشن كان كله عن هذا الموضوع اللي هو في الرياضيات الطلاب، يعني الأمريكان رقم 30 على العالم، وكذلك 24 في القراءة، وكذلك فهذا فعلا يعني واقع موجود أنه في يعني امتحان معين، وموجودة أسماء الامتحانات، وموجودة يعني الدراسات والأبحاث في بعض الامتحانات اللي يمتحنوها الطلاب. نعم يمتحنوها، أكو امتحانات دولية، فمن يجون يشوفون الدول شقد يعني محققة طلابها، الولايات المتحدة في المرتبة 30 وفي المرتبة 20 وفي المرتبة 25 حسب الامتحان وحسب المادة اللي يمتحنوها الطلاب. هذا موجود. شكرا شكرا. عسيرة الطلاب، أنا نمرق لكم شغلة صغيرة. مش عسيرة الطلاب، في اثنين كانوا بصف واحد، طالب ذكي جدا وطالب فاشل، التقوا بعد ما صاروا بعد 10 سنين 15 سنة. قال له شو عامل؟ قال له والله أموال كتير قد ما بدك وكذا. قال له أنت؟ قال له أنا موظف توظفت. قال له إيه يعني كيف جبت هالمصاري؟ قال لي ولا شيء والله، أنا عملت لوتو، جربت لوتو، جمعت 7+2 بيساوي 11، جيت لهال 11 أنا قسمت، عملت لها كومبينيشن وأخذت ورقة لوتو، ربحت اللوتو. هلا الثاني عم بفكر باللوتو، عم بفكر بجمع 7+2. قال له بس 7+2 9 مش 11. قال له لو اعرف يجمعهم ما كنت لسه مثلك. يبقى هلا